يقول له في احد يطق الباب طق 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 طق. اللي قدامي يا جماعه الخير عسكريين من الشرطه، قالوا لي هذا بيت نواف. السلام عليكم، مساء الخير يا جماعة الخير، كيف حالكم؟ طيبين إن شاء الله. يا أخي شكرا لكم، والله العظيم الكلمة هذه إني أقولها من كل قلبي، شكرا بما تعنيه الكلمة، شكرا لكل شخص قاعد يكتب كلام إيجابي تحت في الكومنتات، شكرا لكل شخص مدحني في ظهري، والله العظيم شكرا 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 بما تعنيه الكلمة. يا الله يا رب يا كريم إنه يسخر لكم ملائكة في السماء وجنودا في الأرض، الله يسعدكم وين ما رحتوا وين ما جيتوا، والله ما أدري إيش أقول، ولكن والله كلامكم جميل مرة. قصة اليوم يا جماعة الخير، القصة هذه من القصص المنتظرة في القناة، سواء مني أنا كأسامة أو سواء من المتابع. القصة هذه قصة من عالم مختلف، قصة اليوم من القصص اللي ممكن تشوفها في يوم من الأيام في أحد الأفلام، قصة من الرتم الثقيل مرة. يلا خلنا نبدأ في قصة اليوم، ولكن قبل ما نبدأ حبيبي عزيز المتابع في مقطع اليوم لا تنسى تضغط على اللايك وتشترك في القناة ولا تنسى جرس التنبيهات. مثل ما أنتم عارفين يا جماعة الخير، القصص تحكي لنا أشياء في الماضي عشان نحذر منها في المستقبل. القصص عالم جميل في هذا الكون. قصة اليوم يا جماعة الخير ترجع لشخص اسمه نواف. نواف يقول عائلتنا مكونة من أب وأم وولدين وبنت واحدة، عائلتنا عائلة متوسطة لأبعد درجة، يعني دخلنا المادي فوق الضعيف بشوي. يقول في مرة من المرات كنت في صف ثالث متوسط، تعرفت على شخصين داخل هذه المدرسة، يوسف وحمد. يقول هذولي من أقرب الناس اللي أقعد معهم داخل المدرسة. يقول مدرستنا تبعد عن بيتي ما يقارب 8 دقائق أو 9 دقائق مشي. يقول قريبة مرة مرة لأبعد درجة، وإذا جينا نروح المدرسة نروح سوا أنا وحمد ويوسف، ونروح المدرسة هذه ندرس فيها ونطلع سوا. يقول كان مستوانا الدراسي انا واخوياي كان ممتاز مره ومنتظمين بشكل مره جميل. يقول المهم جت مرحله الاختبارات النهائيه، مثل ما انتم عارفين مرحله الاختبارات النهائيه من الاختبارات المفصليه حرفيا، وخاصه اذا كانت تنقلك من مرحله الى مرحله. يقول صرنا نذاكر سوا ونروح للاختبار برضو سوا، نختبر ونطلع، وبعد ما نطلع يا جماعه الخير من الاختبار نروح نفطر، وبعدها كل واحد يروح لبيته، كلنا ساكنين في نفس الحي. يقول المهم يمر اول اختبار ثاني اختبار لين اخر يوم في الاختبارات. يقول نواف اخر يوم في الاختبارات يا جماعة الخير اختبرت، والعصر ابوي مجهز اغراضنا بنطلع ونسافر، بنقعد ما يقارب 18 يوم 19 يوم. يقول نواف المنطقة اللي احنا ساكنين فيها منطقة حارة شوي، في منطقة تبعد عنا ما يقارب 600 او 700 كيلو، فيها جبال والمناطق اللي فيها باردة. ابوي متعود مع نهاية كل اختبارات ياخذنا هناك نجلس ما يقارب 20 يوم 21 يوم ونرجع. وعلى هذه الحالة جت لحظة السفرة هذه، وقبلها بساعة يا جماعة الخير رحت لخويي حمد وكلمته وقلت له اني انا راح اسافر، مثل ما انتم ان شاء الله 20 يوم 21 يوم راح تحصلوني راجع عندكم، ونكمل الاجازه الباقي منها شهرين وشوي سوا. ونفس الكلام هذا برضه رحت قلته ليوسف وسلمت عليهم وطلعت. بعدها بساعه جت مرحله السفره، طفينا عفشنا وركبنا كل شيء وركبنا مع ابوي ومسكنا الطريق. وذيك الايام يا جماعه الخير يقول نواف يقول كان ما في جوالات بشكل كبير، وبرضه اذا كان عندك جوال لازم تروح تشتري بطاقه شحن ومستحيل انك تشحن، في الجوال حقك مخصص الاستقبال اذا دقوا عليك امك وابوك بس، ورقمي انا يا نواف موجود مع يوسف وحمد لو احتاج شيء راح يتصلون علي مباشرة. يقول نواف طلعت مع اهلي ورحنا المنطقة هذه واستأجرنا الفندق ونزلنا فيه. يقول بعد مرور ممكن اسبوع او 10 ايام يقول لي يجيني اتصال من جوالي من رقم مخصص للبيوت، ولكن ما ادري من هو رقمه هذا، فعلى طول رديت عليه قلت مرحبا. قال لي هلا نواف. قلت له هلا والله. عرفت يا جماعة الخير من صوته ان اللي قاعد يكلمني يوسف. قال لي نواف انت وينك ومتى بترجع؟ قلت والله انا مسافر وقلت لك قبل فترة. قال طيب اسمع، انا كلمت ابوي وقلت له اني ابغى نجاحتي انها يكون سوني، كيبة تشتري لي سوني عشان اصير العب في البيت. انت يا نواف حاول فبوك انه يشتري لك سوني عشان نصير نلعب سوا، وترى برضو حتى حمد راح يشتري. قلت صادق؟ قال لي والله ترى كلنا راح نصير نلعب سوا، فحاول تكفى قل ميد ابوك. قلت له خلاص زين انا راح اشوف. قلت له دقيقه انت من وين تكلمني؟ قال انا اكلمك من كابينه اتصال عند بيتنا، بيتنا ما يتصل على الجوالات يتصل بس على التليفون، اما الكابينه دفعت لها فلوس عشان اقدر اتصل على جوال. صدق يا جماعه الخير زمان انا اتذكر هذه الاشياء، ان تليفون بيتكم ما في خدمه انه هو يتصل على جوال، تروح الكابينه وتدفع له فلوس وتقدر تتصل من بينا على احد الجوالات. المهم قال نواف زين زين انا بشوف ابوي وبعلمك بكل شيء. يقول نواف انا جالس مع اهلي ولكن فيني مشكله اني ما ادري كيف افتح مع ابوي هذا الموضوع، انتظرت وكنت ساكت وابغى اصيد اللحظه اللي يكون ابوي فيها مروق، وانا اعرف ابوي في لحظه السفر يكون ما هو مروق نهائيا عكسنا احنا، فيكون شايل هم ويتكلم هنا ويقول كلمه من هنا، ما قدرت اصيد نهائيا متى يكون مروق. يقول في اخر يوم في السفره يوم ال21 كنا راجعين بالسياره قلت لابوي يا سم وش
بغيت. قلت له يبا انا والله ودي اقول لك شيء بس يا اخي متوتر يا يبا واخاف انك تعي. قال لي وشو سيكل؟ قلت له لا مو سيكل يا يبا. قال وش تبغى؟ قلت له يبا خويي حمد وخويي يوسف شروا بلاي ستيشن اللي هو السوني. قال ايوه وانا ودي اشتري عشان اصير ما عاد اطلع من البيت واصير العب معهم وانا في البيت وهم كلهم راح يلعبون في بيوتهم وانا والله يا يبا ما ابغى اروح لبيوتهم واصير العب باجهزتهم. قال لي ابوي يصير خير يصير خير خل نوصل باذن الله وان شاء الله الامور خير. قلت له يبا يعني بتشتري لي؟ قال والله يا نواف بشوف اذا الفلوس اللي معي تكفي انها تشتري لك سوني ابشر وانت شخص كويس وجايب معدل يعني ممتاز ما راح اقصر معاك لو الفلوس كفت. يقول لاخوي اللي جنبي قال لي ايه حتى انا ابغى العب معاك. قلت له ايه ان شاء الله كلنا بنلعب سوا. المهم يقول نواف ابوي سكت ومشى وكمل الطريق. يقول لين وصلنا لين حارتنا ولبقنا ونزلنا فانا كنت مستعجل شوي وقلت له يبا متى بتشتري لي يمكن سوني. وابوي زعل علي في ذيك اللحظه قال لي ارق 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 فوق ارق ونام لا تزعجني والله ما اشتري لك ترى. قلت له لا والله خلاص خلاص يبا. يقول ورقه انا واخوي يا جماعه الخير لين غرفتنا. طبعا اخوي هذا اصغر مني انا اكبر منه وكلنا ننام في غرفه واحده. المهم يقول المهم نمت يوم صحيت نزلت تحت عند اهلي افطر كالمعتاد. يقول جلست افطر مع ابوي وامي واختي واخوي وخلصنا وجلسنا على التلفزيون نتفرج شوي. يوم جت على الظهريه كذا الا ابوي ناظر فيني قال لي نواف بكم السوني هذا اللي تقوله؟ قلت والله يا يبا بالمبلغ الفلاني هذا. قال والله مبلغه غالي شوي ولكن هل يحتاج شيء نشتريه معاه؟ قلت له يبا ما ادري الصد ولكن اتوقع ما يحتاج شيء. قال لي خلاص اليوم العصر باذن الله نروح انا وانت واخوك للمحل ونشتري ولكن ها تلعب اخوك معك. قلت له ابد ابشر يا يبا. وافرح يا جماعه الخير في ذاك الوقت فرح غير طبيعي. ابوي بيشتري لي سوني وبصير العب مع اخوياي حمد ويوسف وبقابلهم ان شاء الله واقول لهم اني شريت. المهم تجي لحظه العصر واركب مع ابوي السياره ونتجه الى محل الاجهزه. يشتري لنا ابوي ذاك السوني ويشتري لنا معاه برضو اشرطه. يقول كانت في ذيك الايام ايام التواصل داخل سوني اونلاين يعني تشبك الانترنت في السوني وتقدر تلعب مع الناس كلها. يقول المهم شرينا ورحنا البيت وصرنا نلعب ولكن ما جاء في بالي سالفه الانترنت هذه واني انا احتاج انترنت اني العب مع حمد ويوسف. صرت اقلبها في راسي قلت مالي الا امي اروح اقول ميد امي وممكن تساعدنا في هذا الشيء. رحت لامي وقلت لها قلت يما اني انا شرينا السوني وابوي ما قصر ولكن يبغى لنا انترنت. قالت بكم الانترنت هذا وكم يكلف؟ قلت لها يكلف المبلغ هذا. قالت لي خلاص خذ وطلع فلوس وتعطيني. انصدمت انا شلون امي وافقت بهذه السرعه. صدق يا جماعه الخير واروح اشترك في الانترنت واشبك السوني فيه. انا لحد الان ماني جديد على السوني لا ولكن جديد يا جماعه الخير اني انا اسوي لي حساب واكونت واي دي وما ادري كيف الاسلوب هذا راح يكون. قلت خلني اقابل يا حمد يا يوسف واسال عن هذا الشيء واروح البيت يوسف واساله. قلت له يوسف انا الحين كيف اسوي لي حساب والى اخره؟ قال لي ابشر انا راح اسوي لك واحد ويسوي لي حساب يا جماعه الخير ويعطيني اياه وارجع البيت صدق وادخل الحساب واسجل الدخول ويتصل الجهاز حقي بالانترنت واضيف خويي يوسف لانه هو اعطاني الاكونت حقه وادخل معاه يا جماعه الخير اللي هي المجموعه اللي داخل السوني ويدخل حمد علي واضيف حمد ونصير نلعب سوا في ذيك الايام. يقول نواف لو تشوفون الوناسه اللي وصلت لها في ذيك اللحظه قسم بالله العظيم ما تصدقون كنت مستانس لابعد درجه. وابوي برضه كان مرتاح اني انا ما اطلع الشارع ولا راح اسبب له مشاكل برا ولا اي شيء امور البيت واخلصها وارجع العب. على هذه الحاله يقول مرت الايام ومرت الشهور وصرت العب مع اخوياي ذولي وتعرفنا على ناس جدد برضه في هذا المجتمع. يقول صرنا نلعب والله يا جماعه الخير انها مرت السنوات بدون ما احس باي شيء. يقول كذا فجاه انا صرت في ثالث ثانوي شلون لا تسالني. يقول من قوه الوناسه والفله وثوره السوني في ذيك الايام كانت تطير علي الوقت بدون ما احس. يقول وجت مرحله ثالث ثانوي وجت لحظه الاختبارات واختبرت ونجحت الحمد لله وتخرجت من الثانوي. جوني هلي قالوا لي اسمع يا نواف انا راح نسوي لك حفل فاختر وش الهديه اللي تبغانا نجيبها لك. قلت لهم انا ابغى جوال. قالوا لي متاكد تبي جوال؟ يقول له اخوي الصغير قال لي نواف تبي انصحك نصيحه؟ قلت له وش هو؟ قال لا تشتري جوال اشتر بي سي. قلت وش هو بي سي هذا؟ قال جهاز كمبيوتر فيه العاب مره جباره وفيها العاب كثيره وانصحك انك تشتري. قلت له زين بفكر واشوف يا يما اصبري بفكر وش ابغى وبقول لكم. يقول نواف دخلت مجموعه السوني مع اخوياي قلت لهم اسمعوا تعرفون شيء اسمه بي سي؟ الا يوسف على طول قال انا اعرف. قلت له وش تعرف فيه؟ قال انا اصلا بشتري بي سي بعد بكره متوعد انا وابوي نبغى نشتري بي سي واصير ادخل معكم سوني ومره اروح على البي سي. قلت له طيب تنصحني اشتري؟ قال انصحك بقوه البي سي هذا راح يفرق معاك في اشياء كثيره. قلت له مثل ايش؟ قال راح تقدر تلعب اذا تبغى تتعلم راح تتعلم راح تتعرف على ناس اكثر واداء البي سي اقوى من السوني بمراحل. قلت له اجل والله لا اشتري بي سي. ها حمد معنا؟ قال حمد والله ما ادري ولكن ما اتوقع اني راح اشتري شيء انا بقعد على السوني باذن الله اذا زانت الامور راح اشتري بي سي معك ولكن لا تقطعوني يعني خلوكم معي على السوني بعض الاحيان لا تسحبون علي. قلنا لها ابشر وصدق يا الربع واروح لامي واقول لها ترى يا اما ابغى شيء اسمه بي سي. قالت كم قيمته؟ قلت لها بالمبلغ الفلاني هذا. قالت غالي وما ادري ايش. قلت يما انا متخرج وانتم قلتوا تبغون تشترون لي هديه. يقول قال لهم اولى ثانوي ما شرت لي شيء وثاني ثانوي ما شرت لي شيء التخرج ابغى بي سي. قالت اما ابشر راح اشوف ابوك وعلم. يقول نواف صدق بعد يومين لهم جايبين لي جهاز مربع صندوق واعطوني اياه قال هذا البي
سي، وهذه الشاشه، وهذا الكيبورد، وهذا الماوس. خلاص كذا امورك زينه؟ طبعا يا جماعه الخير باقي السماعه وباقي كذا شغله للبي سي، واركب البي سي واحط الطاوله واضبط كل شيء وارتب لي سيت اب كذا محترم بسيط، واروح اكلم يوسف وابلغه اني ترى انا جبت البي سي وركبته واموري زينه. بس كيف نتواصل عن طريق بي سي وبي سي؟ قال اسمع، في برنامج اسمه ديسكورد، البرنامج هذا ندخل فيه ونتواصل انا وانت داخل البي سي. قلت له طيب حمد خوينا ما راح يقدر يجي معنا؟ قال لا، ان هذا التطبيق ما يشتغل على البي سيات بس، واتوقع الفتره الحاليه هذه صار موجود اتوقع في سوني 5 اتوقع. قال لي زين زين وصدق يا ربع، وصير ندخل هذا الديسكورد ونتصل على بعض ونلعب انا اياه، حملنا كذا لعبه وصرنا نلعب فيها. الصدق البي سي ممتع مره، ولكن كنت فاقد خوينا حمد، كنت فاقده فقده كبيره مره. المهم قلت ليوسف يا اخي ودنا نجيب حمد معنا ولكن ما ندري وش الطريقه. قال لي المشكله ان البي سي غالي ولا نقدر نجيبه كذا بسرعه، ولكن ان شاء الله انه في اسرع وقت يشوف وضعه ويقدر يشتري بي سي معنا. قلت باذن الله. يقول نواف صرت بين السوني وبين البي سي على هذه الحاله، صرت ادخل السوني بس عشان ادخل مع مين؟ مع خويي حمد، اسولف معاه شوي وبعدها اروح للبي سي العب. وكانت في لعبه في ذيك الايام كانت موجوده بس على البي سي، ما هي موجوده على السوني، واللعبه هذه تحتاج بعض الاحيان انك تشحن فلوس عشان تشتري بعض الاغراض داخل اللعبة. وانا صرت يا نواف اخذ فلوس من امي وابوي واشتري اغراض من داخل هذه اللعبه. المهم استمرت الايام وانا العب مع يوسف في هذه اللعبه، كانت داخله مزاجنا بشكل مره كبير وما نسينا خوينا حمد لحد الان. قلت ليوسف وش رايك انت تبيع سونيك وانا ابيع سونيي وناخذ الفلوس هذه ونشتري بي سي لحمد ونفاجئه فيه ونخليه يصير يلعب معنا. قال ليوسف ابد ما عندك مشكله. صدق يا جماعه الخير خذوا السونيين هذولي وراحوا المحلات وباعوها وراحوا شروا لهم بي سي بسيط واهدوه لحمد. يقول نواف استانس حمد بذا الهديه بشكل مره كبير. صرنا ندخل يا جماعه الخير انا وحمد ويوسف في هذه المجموعه، ورجع حرفيا مجموعتنا القديمه اللي نحب نلعب سوا دائما. يقول نواف وانا كذا جالس على الجهاز وكنت فاتح احد المواقع قاعد اتفرج على بعض المقاطع، يقول فجاه الا اشوف الماوس حق البي سي يتحرك. قلت اكيد الجهاز حقي خرب، وحاول احرك الماوس كذا بشكل سريع في احد يتحرك بالماوس ويتحكم في جهازي، ولكن انا في ذيك البدايات ما ادري من هو هذا. كنت اعتقد ان نفس شركه البي سي عندها نظام انها تدخل بي سيك وتعدل بعض الاشياء وانا ما ادري. قلت ليوسف مباشره كان معي في نفس المجموعه الصوتيه اللي داخل البي سي، قلت له يوسف يا ولد شكل الشركه قاعدين يتحكمون بجهازي. قال لي اي جهاز؟ قلت له جهاز البي سي حقي. قال كيف يتحكمون فيه؟ قلت يا ولد لي يمكن خمس دقائق وفي واحد قاعد يحرك الماوس. قال لي يوسف صادق؟ قلت له اي والله. قال طف الجهاز الان وافصل الانترنت، شكل جهازك مخترق. قلت له مخترق كيف؟ يعني كيف في احد اخترقه؟ ما كنت ادري عن الشيء هذا. قال انت الان طف الانترنت وطف الجهاز حقك وبجيك بيتكم الان. صدق يا جماعه الخير وافصل الكمبيوتر كذا طرق طرق فيه واروح افصل الانترنت حقي، الا يجيني يوسف طاير واسمع الباب طق 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 وافتح له الباب. شوي قال لي تعال تعال برا. قال لي متاكد ان جهازك يتحرك؟ قلت له يا ابن الحلال قدامي والله يتحرك، الماوس مره يروح يمين مره يروح يسار ويفتح مستندات. قال لي يوسف وش اخر برنامج حملته؟ قلت اخر برنامج حملته ليه؟ قال لي بسرعه وش اخر برنامج حملته علمني. قلت له والله يوسف اخر برنامج حملته كان برنامج يسرع اداء البي سي او يسرع اداء نفس الجهاز هذا يا جماعه الخير، يخلي اداءه قوي. قال لي متى حملته؟ قلت له يمكن امس او قبل امس. قال لي الله يسلمك البرنامج هذا اللي انت حملته كان معاه فايروس، والفايروس هذا قدروا يخترقون في جهازك، فالان اللي ابيه منك تسويه انك تفرمت جهازك بالكامل. وصدق يا جماعه الخير واخذ الكمبيوتر حقي واكلم ابوي، قلت له يبا ابغى اروح محل الكمبيوترات افرمت جهازي. قال لي ليه؟ قلت في مشكله بسيطه ولا ابغى اقول له ان جهازي تعرض لفايروس او اختراق، الشيء هذا جديد عندنا وما راح يقتنع ابوي بالكلام هذا نهائيا. مع العلم يا جماعه الخير ان الهكر والامن السبراني والناس المخترقين اخطر الناس في العالم، ترى اخطر من اي شخص ممكن تشوفه بحياتك، ممكن يدمر لك اشياء في لحظات بسيطه، ممكن ما يدمر كنت، ممكن يدمر ما يقارب مئات الالاف من الاجهزه في وقت وجيز مره. المهم خلني اكمل لكم. ابوي تفهم الموضوع ورحنا المحل وفرمت جهاز ورجع الجهاز جديد كأن ما في شيء، وارجع اشبكه واشبك الانترنت واصير احمل الالعاب واحمل البرامج اللي كانت موجوده على الجهاز، واموري صارت كويسه. قال لي يوسف انتبه يا نواف لا تحمل اي برنامج ما تثق فيه ولا تعطي اي برنامج الصلاحيه كاملة. قلت له زين زين والله ما كنت ادري. المهم صرت ارجع العب من جديد، فجاه يا جماعه الخير الا احصل حسابي اللي كان في اللعبه متغير الباسورد حقه. استغربت قلت يا اخي انا متاكد ان هذا الحساب حقي وشلون تغير؟ فجاه كذا طار الحساب كان ما عندي حساب، اسوي تسجيل دخول يقول لي كلمه المرور خاطئه. قلت خلني اسوي استعاده لكلمه المرور. يوم جيت اسوي استعاده كلمه المرور احصل الايميل يا جماعه الخير اللي محطوط للاستعاده مختلف، ما هو الايميل حقي. فعرفت هنا ان الحساب صار
صار له شيء، ولكن لحد الان ما ادري وش صار لي. دخلت على طول على يوتيوب وصرت ابحث على العمليه هذه وش وضعها. كتبت في البحث ان حسابي تغير الباسورد حقه بدون ما انا اسوي اي شيء. المهم طلع لي شخص يتكلم وبين لي ان حسابي اخترق وفي هاكر دخل على جهازي وسرق كل المعلومات. بالبدايه انا يا نواف ما ادري وش الكلام اللي قاعد يقول. قلت يعني شلون اخترق وش الموضوع وكيف الحل؟ قال لي اسمع، تبغى استشاره؟ في شخص يقدم لك استشاره بمبلغ 15 دولار، راح يقدم لك استشاره وراح يعلمك كيف هذا الشخص قدر يخترق وشلون قدر يغير الباسورد حقك. قلت له هل راح يقدر يساعدني؟ قال من الممكن انه يقدر يقدم لك يد المساعده. والله صدق يا جماعه الخير، وادخل الموقع حقهم واطلب هذه الخدمه وادفع له ما يقارب 15 دولار. يقول الا جاني شخص يتكلم معي، السلام عليكم. عليكم السلام. قال لي وش مشكلتك؟ قلت له يا طويل العمر انا قبل فتره جهازي دخل واحد وصار يتحكم بجهازي، وبعدها كذا بخمس دقائق ثمان دقائق قال لي خويي يفصل الانترنت وطفي الجهاز وفرمت الجهاز، وسويت نفس اللي قاله خوي. قال لي طيب وبعده ايش صار لك؟ قلت له اللي صار لي يا طويل العمر ان حسابي اللي موجود داخل اللعبه تغير الباسورد حقه وتغير الايميل حق الاستعاده حقه. قال لي طيب، وهذه ركزوا فيها زين يا جماعه الخير، قال لي انت تحفظ الارقام السريه في نفس المتصفح حقك؟ يعني عرفت سهوله الاستخدام اذا جينا نفتح التطبيقات يصير محفوظ اليوزر والباسورد في نفس الوقت؟ كان هذا الشخص يسال نواف عن هذا السؤال. قال له هل انت سامح ان هذه الخاصيه تكون موجوده على الكمبيوتر حقك؟ قال له اي نعم. قال لي فاكيد ان الشخص اللي دخل سحب المعلومات المخصصه للارقام السريه داخل جهازك. مفروض انت يا نواف تركز على نقطه مهمه، انك تخلي الباسورد يكون صعب. الشيء الثاني تضيف المصداقيه الثنائيه اللي هي تجيك رساله على الجوال او عن طريق كود التحقق. والشيء الثالث الحسابات اللي تكون فيها مبالغ ماديه لا تخليها تنحفظ على جهازك نهائيا. هذا السبب اللي عرضك للاختراق، وممكن لو في حسابات ثانيه كان خذاها معه. بعدين جاني تساؤل، قلت له يا اخي يعني شلون غير هذا كله في وهله بسيطه، في ظرف حرفيا ما يتعدى الخمس دقائق قدر يغير كل شيء؟ قال لي الشخص هذا اتوقع انك ما تعرف اي شيء عن الاختراق، تبحث عن هذا الموضوع راح تعرف كل شيء. يقول نواف انا بيني وبينكم خفت، قاعد يكلمني عن شيء غامض ولا اعرف عنه بشكل كبير، وشلون الشخص يتحكم جهازي وما هو جنبي. قلت تساؤلات كثيره كانت تمر علي، كنت ما ادري وش حلها بالضبط، وانا يا نواف يعني علمي بسيط، ما ادري وش الشيء الكبير اللي قاعد يلمح لي اياه هذا الشخص. قلت له زين الله يعطيك العافية وشكرا لك. طلعت يا جماعة الخير رحت سويت لي حساب جديد وخلاص وبديت من الصفر، وقلت ليوسف الشيء اللي صار لي بالكامل. قلت له انه صار كذا 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 وفي شخص سوى كذا كذا كذا. صار يوسف يقول لي اي نعم كلام الرجال اللي جاك كان كلامه صحيح، في ناس تسرق الحسابات عن طريق الاختراق، انتبه يا نواف من هذا الشيء. قلت له زين زين. المهم يا جماعة الخير مرت الايام، بعد ممكن اسبوع بالضبط اسمع ابوي يتكلم في الصالة ويقول اللي ماخذ بطاقتي الصراف اتمنى يقول لي الان. قلت يعني مين بياخذ بطاقة صراف؟ امي مثلا؟ استغربت من سؤاله هذا، قلت له يا يبا ليه وش صاير؟ قال في واحد طالب طلبيه من بطاقتي الصراف، والمبلغ اللي خذاه منه مبلغ مو بسيط، اللي ماخذ هذه البطاقه يتكلم الان. سكت انا، قلت يا اخي اخوي الصغير بيسويها؟ ما اتوقع. اختي ما اتوقع انها توصل لهذه الوقاحه، انها تمد يدها على صرافه ابوي. امي من المستحيل. قلت يبا انت ما اعطيت صرافتك احد؟ قال لي لا ما قد اعطيت صرافتي احد. قلت له متاكد؟ قال لي ابوي انت تشككني بنفسي. اقول لك متاكد؟ لا يكون انت اللي ماخذ البطاقه. قلت له والله هيبه مو بنا. سكت انا شوي وقمت من عنده. بعد شوي تذكرت كلام الشخص اللي كنت استشيره واللي دفعت له المبلغ ذاك، يوم قال انت في عالم والعالم هذا حرفيا مخيف وصعب، كان يعني يلمح لي بشيء زي كذا. قلت في مخي لا يكون ابوي اخترقوه بعد وسرقوا بطاقته البنكيه، ولكن ما ابغى خوف الان، خلني ساكت وخلني اسال خوي يوسف على الموضوع، ممكن صدق ابوي فتح احد المواقع وحط بطاقته وانسحب كل شيء، واروح يا جماعه الخير ليوسف. قلت له يوسف اسمع، تصدق ابوي جاء اليوم وقال في احد ساحب من بطاقته وصار يشك فينا احنا؟ قال لي اسمع تاكد من ابوك، اخر عمليه شراء من وين شراها؟ قلت والله ما ادري، فسالته قبل شوي ولكن قال لي تعلمني وتشككني بنفسي. قال لي راح اسال الان واروح على طول لابوي. يا يبا اسمعني انا ادري انك ما راح تصدقني ولكن بقول لك شيء بسيط، اخر مره انت استخدمت بطاقتك وين؟ قال لي يا الله يا نواف ما تفهم انت، اذا انت ماخذ الفلوس ومستحي قل لي. والله ما اقول لك شيء بس علمني من الشخص اللي سحب من حسابي. قلت له يا يبا ركز معي شوي الله يرحم والديك، يبا اخر مره استخدمت بطاقتك وين؟ قال اخر مره استخدمت البطاقه حقتي كنت على الجهاز حقك ادفع فلوس معلومات الشحن، سويت كذا. قلت يبا انت استخدمت الجهاز حقي؟ قال لي قبله يمكن اسبوع او اسبوع ونص. قلت له يا يبا جهازي كان معرض للاختراق، واتوقع يا يبا يوم دخلت معلومات البطاقه سرقوا معلومات بطاقتك. قال لي ابوي مين اللي سرق معلومات بطاقتي؟ قلت له هذول ناس مخترقين هاكر يدخلون ويسرقون الناس ويسرقون كل شيء على اجهزتهم. قال لي متاكد انت من الكلام اللي تقوله؟ قلت والله متاكد يا يبا ادخل
اليوتيوب، اكتب الان يا يبا الهكر وش يقدرون يسوون. يقول ابوي شغل اليوتيوب ويسمع واحد يتكلم، وابوي منذهل من الشيء اللي قاعد يسمعه، قال الله ينجينا من هذا الشيء. افراح ابوي تواصل مع البنك ووقفوا بطاقته البنكيه، قالوا لنا كان من البدايه اول ما صارت عمليه السحب علمنا عشان احنا نوقف بطاقتك هذه. وقفوا البنك لبطاقه ابوي، ولكن انا يا نواف لحد الان منصدم من هذا العالم الخطير اللي هو عالم الهاكرز. طبعا كل الاحداث هذه اللي قاعده تصير صارت كلها ترى في شهرين، يعني ما نقول ان بدت مرحله الجامعه ودرسنا، لا، صارت كلها يا جماعه الخير في شهرين بالضبط. فصرت معجب ومحتار عن هذا العالم، ودي ادخل هذا المجال واتعرف عليه بشكل اكبر. المهم مرت الايام يا جماعه الخير، وصرت العب انا وحمد يوسف بشكل مستمر على الجهاز، مره تواصل معهم يلا خلنا نلعب ويلا خلنا نسوي كذا، وعلى هذه الحاله. المهم في يوم من الايام جاني يوسف قال لي اسمع نواف، ترى بدا التقديم على الجامعات وفاتح له ما يقارب 6 و7 ساعات، يلا خلنا نقدم. قلت له نقدم على الجامعه؟ يلا نقدم. قال لي يوسف انت يا نواف وش تبغى تدرس داخل الجامعه؟ قلت له اسمع يوسف، انا دخل راسي مجال الاختراق والاشياء هذه. الا حمد يقول كذا وهو قاعد يضحك، قال لي عشان جهازك اخترقوه قبل الفترة. قلت له يا سلام، حرفيا الشيء هذا شجعني اني ادخل هذا المجال وبجدارة. قال يوسف انا لا والله مالي في المجال هذا، ولكن نواف انا ودي ادرس معك، تنصحني اني ادخل هذا التخصص؟ قلت له اذا انت عندك رغبة انك تتعلم اكثر في هذا العالم سجل معاي وحاول تطور نفسك حبة حبة. قال انا والله عندي بس معلومات بسيطة، بس صدق بقدم انا وانت في نفس التخصص. وش نقدم؟ على اي تخصص؟ كانت ذيك الايام يقول نواف في تخصص البرمجة وفي تخصص امن سبراني. قدمت انا يا نواف على تخصص الامن السبراني، ويوسف خويي برضو قدم على نفس هذا التخصص. إلا حمد يا جماعة الخير راح لتخصص إدارة الأعمال، طبعا هي جامعة واحدة ونشوف بعض يعني بين فترة وفترة، ولكن محاضراتنا مختلفة عن محاضرات حمد، فأنا ويوسف في نفس المحاضرات في أغلب الأوقات. المهم بدينا ودخلنا هذه الجامعة وبدت الدراسة وحضرنا أول كلاس لنا. يقول نواف والله العظيم إني كنت أتذكر وش كان يتكلم عنه الدكتور. كان يتكلم يقول إن تخصص الأمن السبراني في كل مناهج الدراسة في الحاسب الآلي، يعني في برمجة وفي شبكات وفي اشياء متقدمه، زين منكم انكم دخلتوا هذا التخصص، واسال الله العظيم انه يوفقكم كلكم. طرح سؤال كذا الدكتور وهو واقف قدام، قال يا طلاب انا بسالكم سؤال بسيط وبمر على كل واحد فيكم، ابغى كل واحد يقول لي وش السبب اللي خلاه يدخل هذا المجال. مر على الاول وقال الاول والله اسمع انا يا دكتور داخل هذا المجال عشان الوظائف فيه عاليه والتخصص هذا جديد عندنا. قال زين وش بعد؟ قال هذا اللي خلاني ادخل هذا المجال. يسال الثاني والثالث والرابع كلهم قريبين من نفس الجواب هذا. شوي للدكتور ناظر فيني قال لي انت يا طالب وش اسمك؟ قلت له نواف. قال لي نواف وش اللي خلاك تدخل هذا التخصص؟ يقول انا انحرجت من هذا السؤال ولا ابغى اقول لاني انا تعرضت لموقف قبل وخلاني ادخل هذا المجال. فسكت شوي للدكتور قال لي ها نواف تكلم وش فيك؟ من بدايتها ساكت خلاص راحت ايام الثانوي انت الان في الجامعه ورجال. قل ليه دخلت هذا المجال؟ قلت له والله اسمع يا دكتور انا بقول شيء ولكن اخاف احد منكم يضحك. قلت له يا دكتور انا في يوم من الايام تعرض جهازي للاختراق. قال وش جهازك؟ قلت له بي سي اللي العب فيه. قال لي جميل، وصار المخترق هذا يتحكم في جهازي ورحت وطفيت الانترنت وطفيت جهازي وفرمته. قال لي الدكتور ما شاء الله يعني تصرف سليم. قال لي وش بعد؟ قلت له بعد فتره انسحب مبلغ مادي من بطاقه ابوي، يوم رجعت وحللت يا دكتور حصلت ان ابوي استخدم جهازي ودخل بطاقته داخل جهاز، عشان كذا انا يا دكتور اخترت هذا المجال حبا فيه وابغى اتعلم العالم الغريب هذا. قال شوي الدكتور نظر فيني وقال لي قال ترى الامن السبراني مو الهكر اللي في راسك، مو الناس اللي يخترقون، لا هي جزئيات بسيطه راح يكون فيها الاختراق، ولكن مو كامل المنهج راح اعلمك الاختراق، انا راح نعلمكم البرمجة وكيف تنشؤون السيرفرات وتديرونها، وبرضه راح نعلمكم الدفاع، عشان انت تكون مدافع كويس لازم نعلمك منهجية الاختراق بشكل بسيط. قال ولكن طموحك جميل يا نواف. قال واستمر، ترى هذا التخصص حرفيا له افاق كبيرة مرة. شوي وراي يوسف سأل يوسف، قال له شو اسمك يا طالب؟ قال له يوسف. قال له طيب انت وش دخلك هذا المجال؟ قال يوسف، قال انا يا دكتور اللي قلت ميد نواف قفل الانترنت وفرمت الجهاز. صار الدكتور يضحك يا جماعة الخير، يقول ما شاء الله يعني اثنينكم داخلين هذا المجال عشان ذا الموقف. قال له يوسف ايه. قال فالكم التوفيق والله يسهل عليكم واستعدوا للمنهج. وصار يعد يا جماعه الخير الاسماء ويسمع اهدافهم وطموحاتهم. من بعد كلامي في ناس صاروا يطرحون مشاكل ويقولون ان سمعنا ناس يخترقون عن طريق كذا وشفنا في الافلام الاسلوب هذا. يقول فجاه واحنا في الفصل في طالب سال سؤال غريب، والسؤال هذا كان ودي اعرف جوابه من زمان. قال له يا دكتور انا عندي سؤال بسيط. دكتور هل صدق ان في ناس تقدر تخترق وتقدر تسوي الاشياء هذه
هذه ولا السوالف هذه كلها يعني كذب وغير مصدقة؟ ناظر فيه الدكتور وقال له اسمع، المجال هذا وخاصة عالم الاختراق عالم فوق الخيال، عالم ما تقدر انت تتوقع. يعني من يتوقع اول ان في كمبيوتر يتصل بكمبيوتر ثاني يبعد 5000-6000 كيلو وفي ثانية واحدة او في اجزاء من الثانية انت تقدر تتواصل معه؟ من يتوقع ان في يوم من الايام النت يجيك في الهواء؟ قال شلون؟ قال الواي فاي هذا الان اللي موجود كيف موجود في الهواء وانت تتصل فيه وجوالك يتصل فيه والامور عادية؟ قال احنا في عالم مختلف، ولكن عالم الاختراق عالم مختلف وله جهة اخرى كبيرة مرة. عشان كذا في شيء يسمونه الدارك ويب، وفي شيء يسمونه الديب ويب، وفي مواقع كبيرة وخطيرة قاعدة تبيع اشياء انت ما تتوقعها. الكلام هذا يا طالب ممكن ما يجي في عقلك الان، ولكن مع تقدم السنوات راح تشوف ان الهكر اخطر من المجرم اللي تشوفه في الشارع واللي محكوم عليه 30 سنة ومؤبد. الكلام حق الدكتور حرفيا حرك مشاعري بشكل كبير. قلت ان هذا المجال فيه يا ابيض يا اسود، يا اني اكون انسان كويس يا اني اكون انسان يعني شراني بشكل كبير. استمرينا ندرس مع هذا الدكتور الجميل حرفيا، فكانت له اطلالة علينا مرة كويسة، حمستنا ان ندرس هذا التخصص بكل شغف. المهم مع تقدم يا جماعة الخير الاسابيع والشهور، يقول نواف بان تفوقي، وعلى اني كنت انسان بسيط مرة، ولكن بان تفوقي في الكلاس حقنا، فصرت من الناس الاذكياء اللي يدرسون داخل هذا الكلاس او داخل هذا الفصل يا جماعة الخير. الدكتور قال لنا اسمعوا، انا راح اجمع لي مجموعة من الطلاب وراح اعلمهم بعض الاشياء اللي راح تفيدهم في المستقبل، ولكن ترى راح يدرسون ساعات زيادة، من اللي يحب يدخل معنا؟ على طول انا يا نواف رفعت يدي، ويوسف برضه يا جماعة الخير رفع يده، وحوالي ممكن 3 طلاب زيادة. سجل اسمائنا الدكتور وخلاها عنده على الطاولة. قال لنا اسمعوا، بعد نهاية الدوام تعالوا لي في غرفة الاجهزة اللي موجودة في الدور الثالث. وصار الدكتور يوصف لنا فوق يمين ويحدد لنا المكان. قال اذا دخلتوا هناك دفوا الباب على طول وراح تحصلوني عندكم، اليوم في درس راح اعلمكم اياه. وصدق يا ربع بعد ما خلصت محاضراتنا طلعنا للدكتور هذا. مرحبا يا دكتور، حياك الله، هلا والله. قال اسمعوا يا طلاب، انا ما راح اسميكم طلاب من الان، ولكن راح اسميكم المخترقين المبتدئين. ركزوا معي شوي، راح اعطيكم بعض المناهج ابغاكم تدرسونها في بيتكم وتتعلمون منها كذا شغله. المناهج هذه تتكلم عن البرمجه وكيف تكون مخترق بشكل احترافي. قالنا الدكتور اسمعوا، ملي منكم عنده جهاز موجود في البيت؟ طبعا انا ويوسف رفعنا ايدينا مباشره، وفي حوالي 2 قالوا ان عندنا لابتوبات موجوده في البيت. قال طيب ركزوا معي، ابغى كلكم تحملون نظام اسمه كالي لينكس، والنظام هذا فيه ادوات نبغى نستخدمها، ما هي ادوات كثيره، ولكن انا بما انكم يعني مبتدئين راح اخليكم تتعلمون داخل الكالي لينكس، لان فيه ادوات مخصصه للاختراق ومخصصه للتنصت بشكل كبير. تحمسنا الصدق. يقول المهم عطانا النسخ هذه على فلاشات ووزعها علينا. قال اشبكوا الفلاش وسووا له عمليه تثبيت داخل بيتكم. قلنا له زين زين يا دكتور. وقال هذه المناهج اطلعوا عليها ومعها بعض المقاطع، تابعوها زين وركزوا فيها بشكل كبير، تراها راح تفيدكم. والناس اللي تبغى تتعلم الاختراق بشكل كبير ترى المناهج هذه راح تفيدكم زين. يقول نواف اول ما قال لي الكلام هذا واطلع من الجامعه انا ويوسف واتجه لبيتنا واشبك الفلاش واحمل البرنامج اللي اعطاني اياه. يقول يشتغل برنامج ويطلع لي رسمه التنين حقت كالي لينكس، واعطانا بعض الادوات المخصصه للتنصت وتبديل اسلوب المعلومات. حبه حبه يا جماعه الخير قدرت اتطور في هذا البرنامج اللي اعطاني اياه، وصرت اعرف له بشكل كبير. ومرت يا جماعه الخير الترم الاول والترم الثاني، وجت لحظه الاختبارات النهائيه، والدكتور هذا بشكل يومي يحاول يطور فينا. مرت الاختبارات النهائيه واختبرت، ما توقعت اني اجيب معدل عالي مره، حسيت اني مميز بينهم. فخلصت السنه الاولى وانا معدلي في الامتياز، ويوسف كان معدله جيد جدا جيد جدا، ولكن انا كنت افضل منه. طبعا في هذه اللحظات احنا ترى نقابل حمد، ولكن ما نقابله بشكل كبير ولا صرنا نلعب. المهم ومرت يا جماعه الخير السنه الثانيه. طبعا في السنه الثانيه الدكتور القديم اللي كان يدرسنا ما عاد هو موجود او قاعد يدرسنا، لانه كان يدرس الناس المبتدئين في هذا التخصص. صرنا الان ندرس عند دكاتره مختلفين. يقول نواف في يوم من الايام في بدايه السنه دخلنا ونزلنا المواد حقتنا وامورنا تمام يعني. يقول يدخل علينا دكتور شايف نفسه بشكل كبير مره 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 شايف نفسه، وانا ما ارتحت له من البدايه. المهم هو قاعد يشرح وقاعد يتكلم، يوسف خويي يا جماعه الخير سال سؤال غبي للدكتور، ما ادري ايش جاه يوسف ذاك الوقت. المهم ناظر فينا الدكتور كذا قال ملي سال، طبعا الكلاس كبير وسكت يوسف خايف. قال ملي سال انا عشان خويي يوسف ما بغيته يزعل يعني وما بغيته يحتار، قلت راح اغير مجرى السؤال واعرضه مره ثانيه على الدكتور. رفعت يدي انا يا نواف قلت له انا يا دكتور. قال لي وش السؤال الابتدائي اللي سالته لي قبل شوي؟ طبعا انصدمت يوم شفت الدكتور قاعد يتكلم بالاسلوب هذا. قال لي انت تخصصك كامن سبراني تسال هذا السؤال وانت في ثاني سنه برضو تسال هذا السؤال؟ يقول نواف انا ما ادري ايش اسوي معه. قلت يا دكتور
دكتور. لا لا ما كان السؤال كذا، كنت اقصد يا دكتور ان وشلون يصير الشيء هذا بما ان في شيء، يقول صرت اغير في مجرى السؤال بشكل كبير. قال لي وبرضه تكذب؟ قم اطلع برا. قم اطلع برا، سؤال بسيط، ايش فيك يا دكتور شديتها علي؟ يرحم امك، مو من بدايه الترم تسوي فيني كذا، تسمع الكلام؟ قوم اطلع برا. يقول يطردني برا المحاضره واطلع برا المحاضره وامشي يعني، ولكن كنت زعلان شوي وقعدت على كراسي الانتظار. فجاه يجيني يوسف قال لي نواف والله اني معليش، اقسم بالله ما توقعت انها بتوصل كذا، ولكن يوم ناظر فيني والله اني خفت يا نواف، اعذرني والله اني اسف اسف بما تعني الكلمه. وترى يوم طلعت والله صار يتكلم عليك، قال من هذا البليد وما ادري ايش اللي كان يدرس معكم. بسكتنا احنا ولا قلنا له شيء، ولكن صدق يا نواف اذا تبي الحل خلنا نرجع للدكتور القديم اللي درسنا قبل ونخليه يتوسط لك عنده. قلت له يا يوسف تراني انا ما سويت شيء، سالته بس سؤال بسيط وليه يسوي فيني كذا؟ قال تكفى يا نواف خلنا نروح للدكتور القديم ونخليه يتوسط لي. قلت له يلا ونروح يا جماعه الخير ادور دكتورنا القديم واحصله. مرحبا يا دكتور كيف حالك طيب؟ قلت له يا دكتور في واحد من زملائكم الدكاتره اللي درسنا قال لي كلمه مو حلوه وكان سؤالي بسيط. قال لي من هو الدكتور؟ واقول له اسمه. قال يا الله الله يعينك عليه، هذا انسان حرفيا غثيث يحسب ان التدريس عباره بس عن شهادات. خله هذا شايف نفسه شوي، خله خله. واتوقع انك انت يا نواف راح يخليك تحمل هذه الماده او ترسب فيها، فحاول تتحاشى. يقول نواف اول ما قال لي الدكتور كذا حقي القديم والله انه جاني الخوف، وارجع يا جماعه الخير واجلس في السياره انتظر. ليه خلصت محاضراتي في اليوم الثاني برضو رجعت للجامعه، وكان عندنا الدكتور هذا اللي طردني، واجلس الا يصير يعد اسماء الطلاب. تخيلوا يا جماعه الخير ما قال اسمي نهائيا، قال لي ما سمع اسمه، اتمنى انه يطلع، ترى مو معنا في المحاضره ولا هو معنا في المنهج، واذا هو كان معنا تراه محروم، محروم من هذه الماده. يقول نواف انا طلعت وانا والله العظيم قلبي مكسور، بين قلب مكسور وبين حاقد ودي اطاق معه. قلت يا اخي انا ما سويت شيء. يحسبون الموضوع وقف هنا؟ لا، رحت جماعه الخير للمدير حق الجامعه، قلت له يا مدير صار كذا 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 كذا. المدير برضو ما وقف معي، قال لي مستحيل ان الدكتور يسوي كذا وهذا دكتور. المهم ما صدقني المدير نهائيا. صرت يا جماعه الخير اروح للجامعه اخلص محاضراتي، واذا جت محاضرته اروح واخليه، ادري انه خلاص رسبني في هذه الماده. ولكن في يوم من الايام اللي زادني الغل جاني يوسف وقال ترى الدكتور هذا تكلم عليك وصاير يقول لا تسالون اسئله غبيه نفس خويكم اللي طلع، انتبهوا. يقول نواف انا جاني الحق، وفي ذيك اللحظه اصلا انا كنت متمكن بشكل كبير في هذا المجال ويمديني اسوي فيه حرفيا النون وما يعلمون، اقدر ابهذله وين ما راح وين ما جاء. ولكن الان بما انه تكلم علي والله العظيم ما ارحمه ولا خليه يرتاح في حياته، بما انه وصل للمرحله هذه انا علمه كيف. يقول نواف ارجع البيت واراجع المناهج القديمه اللي اعطاني اياها الاستاذ، مناهج كيف اني اقدر اخترق الشبكه والاجهزه واوصل للمعلومات الحساسه حقته. من هذه الشروط اني لازم اكون متصل في داخل الشبكه، يعني يكون جهازي وجهاز الدكتور داخل شبكه انترنت واحده. قلت هذه ان شاء الله انها مقدوره، واروح يا جماعه الخير واشتري لي جهاز لابتوب يكون ينشبك فيه كيبل الشبكه. يقول وحمل فيه الانظمه وحمل فيه الادوات المخصصه للاختراق. خلاص انا نويت الدكتور هذا ما راح اخليه. يقول المهم رحت يا جماعه الخير للجامعه وانتظر الكلاس حقه يجي. قبل الكلاس كذا بساعه دخلت يا جماعه الخير الفصل هذا وقفلت الباب ودخلت يا جماعه الخير للكلاس هذا، واخذ الجهاز حقي وادخل شبكته واحاول ادخل النظام حقه ما اقدر. قلت الحل الامثل اني اسوي ريكورد على الشاشه حقته واصير اتبع المعلومات اللي تطلع من جهازه بشكل مستمر. زرعت له يا جماعه الخير ثغره مخصصه للتتبع والتنصت، بتعرف وش اللي طالع وش اللي رايح وش اللي راجع، تعرف الكلمات السريه، تعرف الاسماء المستخدمين والكلمات السريه، تعرف كل شيء. حطيتها ونصبتها في جهازه وطلعت يا جماعه الخير من الكلاس. خلص الكلاس دخلت من جديد على الكلاس واقفل الباب وادخل جوا واشوف التسجيلات واشوف المعلومات اللي مرت وافصل جهازي يا جماعه الخير اللي كنت مغبيه واخذه معي واطلع مباشره للسياره. وانا قاعد ابحث يا جماعه الخير الا صدت اسم المستخدم حقه وكلمه المرور. يقول نواف طبعا الاشياء هذه كانت طلعت لي بشكل مشفر، استخدم اداه ثانيه افك فيها التشفير عشان اعرف اسم المستخدم وكلمه المرور حقته. والله واطلعها طبعا عشان ما احد يشك فيني في نظام امني مسويته الجامعه اني ما اقدر اسجل دخول الا عن طريق الجهاز اللي جوا الكلاس. ليه يا جماعه الخير؟ الجامعه مسويه هذا النظام لو احد سوى تسجيل دخول من برا الجامعه او في اجهزه غير مصرح لها في الجامعه راح يا جماعه الخير يجي انذار للجامعه او راح يعزلني من الدخول لهذه الصفحه. عشان اكون شخص امن ومصرح ومخول لي للدخول الى النظام حق الدكتور هذا واللي راح يكون فيه اسماء الطلاب ودرجاتهم والحضور والانصراف والمناهج اللي منزلها، يعني اقدر احوسه من الى. المهم في يوم يا جماعه الخير رحت شيكت على الجدول كان محطوط على الجدار، الدكتور ما يجي في هذا اليوم وبرضه نفس الكلاس هذا ما في طلاب نهائيا. وادخل واقفل الباب واشبك كيبل الشبكه وازرع نظام اني اقدر اتحكم في جهاز الدكتور هذا من بيتنا بدون ما يدري الدكتور نهائيا، واضبط كل شيء الربع واضبط
اضبط من الى واطلع من الكلاس وافتح الباب وانا في قلبي غل. يوم اتذكره يقول وش السؤال البليد هذا، كنت اقول في نفسي جاء من يربيه، جاء من يعلم. والزين برضه في المجال هذا يا جماعه الخير ما في انا كبير ولا انا صغير في العمر، في صغير افضل من الكبير وفي كبير افضل من الصغير. وانتوا اسلوبك في هذا المجال يقول نواف والله، وارجع لبيتنا وافتح الكمبيوتر واتصل بالجهاز اللي موجود هناك عن بعد واتحكم فيه واحذف الدرجات واحذف اسماء طلاب، وبرضه حصلت فيه قاعد الطلاب مغيبهم واجد عشان يحرمهم، واحذف كل شيء يا جماعه الخير، كل شيء يخص الدكتور حذفته يا شيخ، باقي حتى اسمه احذفه. وبرضه من قوه هذا الشيء يقول نواف كنت اقدر ادخل واخليه يقدم استقاله. متخيلين القوه اللي وصل لها نواف في هذا النظام؟ يقول اقدر اخلي الدكتور يرفع طلب استقاله، لا خليه ينهبل، ولكن قلت الموضوع ما يستاهل هذا الشيء، اتوقع هذه الرساله راح تربيه. المهم يقول نواف في اليوم الثاني حضر الطلاب وحضر يوسف وحضروا كل الطلاب في الجامعه، يقول الا اشوف يوسف والطلاب دخلوا الكلاس عندهم عند الدكتور هذا. يدخل بعد 10 دقائق 15 دقيقه فتح الباب للطلاب وطلعهم، وعرفت يا جماعه الخير ان الدكتور فقد كل شيء على الجهاز. يقول يجيني يوسف وانا سويت نفسي مجنون قدام، قال لي نواف والله يا الدكتور منهبل جوا. قلت ليه وش صار غريبه؟ قال يا ولد تخيل فتح على اسماء حقتنا حصل ما فيها اسماء كلها نجمات، انهبل ما عاد عرف ايش يسوي. شوي للدكتور كذا طالع من ورا يوسف، قلت له اسكت اسكت، جاء ويطلع كذا معصب وينزل عند مبنى الاداره، اشوفه كذا دخل واضح انه متوجه للاداره. يوسف يناظر فيني قال والله يا نواف يا شكله طلع غبي، شكل الدكتور طلع غبي يبغى يفتح المنهج، قال معلق ومدري ايش. اللي يقول في طالب ورا قال لا يا دكتور ما اتوقع معلق، اتوقع النظام حقكم فيه بلا او في احد اخترقه. ناظر فيه كذا قال اطلعوا كلكم، وراح اتوقع الان الاداره يكلمهم. نواف يقول يا اني استانست وناسه ما يعلم بها الا الله، اخيرا انتقمت من هذا الدكتور. يقول نواف انت هذاك اليوم بسلام ومشيت الموضوع وصرت ادرس في الجامعة وانا خلاص طفيت الحقد اللي بيني وبين الدكتور. بعد مرور يا جماعة الخير ما يقارب 4 أيام أو 5 أيام وانا في احد المحاضرات داخل الجامعة، اللي يجيني رئيس القسم حقنا يدخل قال لي نواف تعال، واجي يا جماعة الخير واطلع لك. قلت مرحبا، وانا جاء في بالي يوم ناداني ان في نشاط في شيء يبغاني اشارك فيه مثل ما هو متعود قبل، واطلع رياه ويدخلني الى مكتب الادارة. كان المكتب فاضي في ذاك اليوم ما في احد، قال لي اقعد يا نواف كيف حالك طيب ان شاء الله امورك زينه. قلت له الحمد لله يا دكتور سم وش صاير؟ قال وش صاير؟ طيب نواف ما ينفع تسوي نفسك مجنون، نواف انا شخص في عمر ابوك فاتمنى انك ما تلف وتدور معي. قلت له يا دكتور وش صاير؟ وبرضه جاء في بالي قلت شكل في احد انتبه لي في ذاك اليوم معلم. قال لي اسمع نواف بسالك سؤال واحد جاوب يا ايه يا لا، لا تلف وتدور معي تمام؟ قلت له تمام يا دكتور سم وش بغيت؟ قال انت اللي دخلت على النظام؟ سكت انا. قلت له يا دكتور اي نعم انا اللي دخلت على النظام. قال لي من امرك انك تدخل على النظام وتسوي الشيء هذا كله؟ قلت له ما حد امرني يا دكتور، ولكن الدكتور هذا كان يتعامل معي باسلوب سيء ورحت كلمت مدير الجامعه ولا فادني، بعد فتره حصلته يتكلم علي فقررت اني انتقم منه. الا هذا الدكتور يقول لي تنتقم منه اي طيب اسمع يا نواف، ويفر كذا الجهاز قال شف يضغط الا يا جماعه الخير في شيء سهيت عنه، كاميرات المراقبه اللي موجوده في الاسياب مصورتني وانا ادخل لهذا الكلاس. قال لي اسمع نواف الكاميرات مسجله كل شيء، والله يا نواف الان اقدر اتصل على الشرطه واخليهم يجون يشيلونك، ولكن رحمه مني فيك وانت طالب متميز عندنا، معدلك في الامتياز وعندك مراتب شرف اولى، حاب اقول لك انك ما راح تكمل معنا في هذه الجامعه. قلت يا دكتور وشلون؟ قال ما راح تكمل معنا نهائيا، تصرفك اللي سويته تصرف شخص حرفيا صغير في العمر وصغير في التفكير، شلون تتجرأ تدخل على جامعة وتحذف معلوماتها كلها؟ بعدين بسألك وشلون قدرت تسوي هذا كله ومن عطاك اسم المستخدم وكلمة المرور وخولك بالدخول؟ وش الأشياء اللي استخدمتها عشان تدخل لهذا النظام؟ قلت لي دكتور أنا ما راح أقول لك شيء. طبعا نواف خاف يقول له عشان ما يثبت عليه كل شيء، قال لازم تقول لي عشان إحنا نعالج هذه الثغرة إذا كانت موجودة. يقول نواف قلت له دخلت وحصلت النظام شغال ودخلت ومسحت كل شيء. قال اصلا النظام يطردك بعد 5 دقائق من عدم نشاطك على الجهاز، وشلون دخلت وحصلت الجهاز شغال؟ وفي ذاك اليوم ما كان في حرفيا اي محاضره لهذا الدكتور. نواف تعترف ولا شلون؟ قلت يا دكتور ما راح اقول لك شيء. والشيء الثاني تبغى تفصلني افصلني والموضوع ما راح يوقف عند هنا. قال نواف الان قاعد اقول لك انذار شفهي، يوم من الايام راح توصل مرحله انهم يدخلونك للسجن لو تعديت على شيء ثاني. نواف عشانك كبر ولدي ما راح اسوي معاك اي شيء ولا
لكن راح أنهي تواجدك في هذا الجامعة، والله يستر علينا وعليك. قلت له يا دكتور طيب المواد اللي درستها قبل؟ قال المواد اللي درستها قبل خذ سجلك الأكاديمي وروح يدرس في جامعة برا، ولكن عندي والله العظيم ما تدرس. عرفت يا جماعة الخير إني انكشفت، وعرفت إن الدكتور اللي كنت حاقد عليه عرف إني أنا اللي اخترقته وبهذلته. برضو أنا مالي حق الصدق إني أدخل وأسوي فيه كذا، ولكن لو الجامعة من قبل تفهموا موقف ويحلوا الموضوع بشكل ودي كان الآن ماشي الأوضاع ولا سويت هذا الشيء، فهم اللي أجبروني على الخطأ. المهم يا جماعة الخير، وأخذ سجل الدرجات حقتي يوقف الدكتور حقي اللي هو الترم اللي قاعد أدرس فيه، وارجع لأبوي وأقول له إني يبا أبغى أغير جامعتي وأبغى أدرس في جامعة ثانية، والترم هذا أتوقع ما يمدينا نلحق عليه، عشان كذا بوقف إجازة 3 شهور 4 شهور لين ما ينتهي هذا الترم وراح أبدأ أدرس في الجامعة الثانية. قال لي أبوي عسى خير، والله يوفقك يا ولدي، وأبدأ أنا معاك باللي تبغى. والله يا جماعة الخير، وأحط أوراقي وأحط أغراضي كلها في البيت، وجاني طموح إني أتعلم زيادة وزيادة بسبب إن مدير القسم استغرب مني وشلون قدرت أوصل لهذا الشيء، على إنه شيء سهل مرة أي واحد يقدر يسويه، ولكن عالم الاختراقات عبارة عن سيناريو مدروس، إذا أنت نجحت في هذا السيناريو حرفيا راح تنجح في عملية الاختراق. المهم وأصير أتعلم كل يوم، وأصير بس تعلم ولعب على هذا الجهاز، مرة ألعب ومرة أتعلم، مرة ألعب ومرة أتعلم. الصدق ما توقعت إني في يوم من الأيام أوصل لمراحل التطور اللي أنا فيها، فقلت بما إني جالس في البيت خلني أفتح لي تجارة بسيطة، بسوي نفس الشخص اللي قبل جيته ودفعت له مبلغ $15 عشان يقدم لي استشارة. قلت بسوي نفسي مستشار في هذا العالم، بخلي الناس تسألني أسئلة وأتعرف على مشاكل الناس وحاول أحلها عشان أنا برضو يا نواف أتطور زيادة وزيادة. وصدق يا ربع، وسوي لي حساب وخلي اسمي داخل هذا الحساب CX، وحب حب يا جماعة الخير اللي يجوني ناس من المنتدى وصدق يطلبون استشارات، أنا تعرضت لاختراق وأنا صار لي كذا وأنا صار لي كذا، وش الحل وش الموضوع، وصرت أقدم لهم يا جماعة الخير المساعدة بمبالغ مالية. ولا أخفيكم جمعت فلوس في ذيك الفترة بشكل كبير، لدرجة في أشياء خليتهم يدفعون لي $100 و$200 عشان بس أحل لهم المشكلة البسيطة هذه. جمعت ثروة خلال 4 شهور، ما هي الثروة الكبيرة مرة ولكن ثروة ممتازة في مدة 4 شهور. المهم يا جماعة الخير، قبل نهاية الترم تواصل معاي خويي حمد، قال لي نواف كيف حالك طيب أمورك زينة؟ قلت له الحمد لله. قال يا أخي ودي أطلع معاك اليوم والله إني طفشان وضايق صدري، إذا أنت فاضي خلنا نطلع. طبعا أنا فاضي. قلت له أبد تم، وين تبغى؟ حدد لي مكان نتقابل فيه داخل كافي. وأدخل الكافي هذا صدق وحصل خويي حمد، هلا والله مرحبا ومسهلا مع السواليف. قال لي حمد والله يا نواف يا في دكتور رفع ضغطي، تخيل يا نواف إني مختبر عند الاختبار النهائي ومتأكد إني موجود، ولكن يقول لي أنت ما جيت ذاك الاختبار ولا دخل درجاتي داخل النظام، ويقول إنه راح يرسبني. رحت جبت له طلاب، قلت له يا دكتور اسأل الطلاب هذولي هل أنا كنت موجود وقت الاختبار أو لا. صدق وقالوا له إلا ترى حمد كان موجود يا دكتور، الدكتور رافض يا نواف يستجيب معي. وأنا قعدت كذا أفكر في راسي، قلت هل أساعد حمد ولا ما ساعده؟ هل الشيء إذا سويته هذا راح أقدر أفيده أو لا؟ قلت له اسمع حمد راح أساعدك في الموضوع ذا. قال لي شلون؟ قلت له شلون حمد إذا ما تدري أنا الفترة الأخيرة هذه تعلمت الاختراق وتعلمت كل شيء، زي ما تقول يعني هاكر بسيط، ماني هاكر بذيك القوة ولكن هاكر على قد حاله يعني، ولكن إن شاء الله إني أقدر أفيدك. قال لي تكفى يا نواف، تكفى تكفى يا نواف إني طالبك، ابغاك بس تنجحني في هذه المادة. قلت له ابشر، وين مكان الكلية حقتك والمكان اللي تدرس فيه القسم حقك؟ وحدد لي مكان القسم. وروح يا جماعة الخير ذاك اليوم للجامعة واروح للقسم خويي حمد، وقعد اتفرج فيه وناظر يمين يسار، قلت له الحين كيف راح ادخل للنظام؟ وكيف اسلوب الشبكة داخل النظام هذا؟ وانا قاعد ابحث كانت في ثغرة غبية موجودة في هذا القسم، انهم حاطين نقطة اتصال او نقطة انترنت حاطينها واي فاي للطلاب، والنقطة هذه مدموجة بنفس الشبكة المخصصة اتصل القسم نفسه، يعني اقدر ادخل للشبكه حقتهم عن طريق الواي فاي اللي حاطينه. صدق بعد يومين واجيب جهازي واقعد كني طالب معهم، وافتح الجهاز واحاول اخترق يمين يسار يمين يسار، ما قدرت. رحت اسال عن هذا الموضوع، قالوا لي استخدم اسلوب البرمجه عشان تقدر تسجل دخول، يقول ضبط لي اكواد وضبط لي سكريبت مخصص واصير يا جماعه خير احاول في النظام. وصدق قدرت ادخل عليه، يوم ادخل عليه ويطلعوا لي اسماء الدكاتره واسماء المشرفين واسماء الناس اللي قايمين على الجامعه نفسها. المهم اني قدرت ادخل على النظام من جديد. المهم ادخل وادور المادة حقت خويي حمد، وادخل عليها واحصل حمد صدق نفس الدكتور معطيه 0، واعدلها يا جماعة الخير وخليه ناجح على الحافة، واضغط انتر واغير كل شيء في درجات حمد، واقفل الجهاز واطلع يا جماعة الخير من الجامعة. على العصرية اللي يتصل علي حمد قال لي ها قدرت تسوي شيء؟ قلت له وينك يا اخوي، دخلت على النظام وعدلت درجاتك وسويت لك كل شيء، سوي نفسك مجنون بس وخلاص النظام بيعطيك انك ناجح. قال لي متأكد. Good.
ولكن يا جماعة الخير صار اللي ما كان في الحسبان. يقول نواف في اليوم الثاني وأنا جالس في البيت، يقول له في أحد يطق الباب طق 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 طق، وافتح الباب اللي قدامي يا جماعة الخير عسكريين من الشرطة. خفت أول ما شفتهم لا أخفيكم، قالوا لي هذا بيت نواف؟ قلت لي نعم هذا بيت نواف. قال وين نواف؟ قلت أنا نواف. قال لي جابك الله. يقول نواف يمسكوني مع يدي ويركبوني سيارة الشرطة. سكت أنا وعرف إنه مكتشفوا إني أنا شخص مخترق، ودوني لقسم الشرطة ودخلوني إلى مكتب التحقيق، وجاء محقق قدامي وجنبه واحد. قال لي المحقق أنت نواف؟ ها نواف ما شاء الله عليك يعني صاير جريء بشكل كبير، تدخل للجامعة وتعدل في الدرجات وتسوي شيء اللي أنت تبغاه، وبرضه وصلنا من الجامعة يوم سألنا عنك إنك قد اخترقت قسمك اللي قبل، إنك قد اخترقت قسمك اللي قبل. أنا ساكت وقاعد أتفرج فيهم ولا أبغى أقول أي كلمة، كنت دائما أتذكر في لحظة القضايا والمشاكل لا تتكلم وخلك ساكت، لأنك لو تكلمت راح تثبت على نفسك كل شيء. يقى شوي المحقق قال لي اسمع نواف، ترى كل شيء مثبت عليك، كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء سويته مثبت عليك يا نواف، لا تلف ولا تدور. نواف تهمتك انك تعديت على ممتلكات مخصصة للدراسات وبجهة اكبر مخصصة لحكومتنا، بالشيء اللي سويته شيء خطير مرة، فهذا الشيء راح يعرضك انك ايش تدخل السجن وتاخذ محكومية. بعد والله ما ادري كم محكوميتك، سنتين ثلاث خمس عشر ما ادري، ولكن ترى انت قاعد تصنف الان مثل المجرم اللي يدخل ويتعدى على اشياء الناس بدون علمهم. كلام اللي قاعد يقوله لي والله خوفني وما ادري وش اسوي معاه. قلت الحين هذا وش اقول له انا؟ خلني ساكت. قال لي نواف تكلم، تكلم وقل ما عندك. صرت اقول له، قلت له الموضوع الاول صدق انا اللي دخلت الجامعه وانا اللي اخترقت وانا اللي كل شيء، ولكن الدكتور نفسه تعدى علي قبل هذا كله، بما انه قاعد يدرسني هذا العلم حبيت ارد عليه بنفس مستوى العلمي اللي هو قاعد يدرسني فيه، بما انه استصغرني وصغر مني ما راح اخليه. يقول صار يضحك المحقق، قال لا برضه لك وجه تتكلم ما تستحي انت. قلت له والله هذا اللي عندي. قال لي عندك الله يسلمك يا عسكري، خذه وده للسجن، خله يخيس في السجن لين يتادب. صدق يا جماعه الخير وياخذوني من على الكرسي ويدخلوني الحبس ويقفلون الباب. ابو ساعتين ساعتين الا ابوي داخل الشرطه ناظرني قال نواف شو وضعك وش صاير؟ دق علي الضابط يقول انهم مدخلينك الحبس، طاق احد متعدي على احد. قلت له والله يبا ما سويت شيء من الشيء اللي قاعد تقول عنه. قال لي طيب وش الموضوع وش حاصل؟ قلت له يبا الموضوع اني دخلت على الجامعه واخترقتها وعدلت بعض الاشياء وصادوني والله يكون في العون. يقول صار ابوي ناظر فيني وهو مصدوم، قال لي انت اخترقتها؟ قلت له يبا انا اخترقتها. قال لي يا اخي والله انك ما انت صاحي، اخترقت الجامعه حقتك؟ قلت له اخترقت الجامعه حقتي. قلت انا جاء في بالي الحين ان ابوي ايش بيقول لي؟ بيقول لي انت خبل مجنون. ناظر فيني ابوي قال لي والله يا نواف ما انت بسيط، متاكد انت اللي اخترقتها؟ قلت والله يا يبا انا اللي اخترقتها. ناظر ابوي فيني في خوف وفيه نظرات فخر. شو السالفه؟ قال لي ابوي يصير خير يصير خير، وراح للضابط وهو مصدوم ما ادري ايش فيه. قال وليدي ايش مسوي؟ قال له الضابط ولدك تعدى على احد الجامعات واخترقها وعدل بعض المعلومات. قال له ولدي ذا ابو عمر 21 ما ادري 20 سنه سوى هذا كله. قال لي سوى هذا كله. يطلع ابوي ويجيني قال لي نواف ما انت طبيعي ما انت طبيعي، لا لا كيف قدرت توصل للمرحله هذه وكيف صرت من الهاكرز؟ نواف الله يعيننا عليك ونشوف ايش راح يصير مع الضابط. قلت مد ابوي الله يكتب لي فيه الخير. يا جماعه الخير وانطق في الحبس في ذاك اليوم مده 3 ايام. شوي جاء شخص الكل قاعد يحترمه ويقدره، مرحبا حياك الله ابو فلان حياك الله، ويدخل يا جماعه الخير ويجيني عند باب الحبس. قال لي نواف انت؟ قلت انا نواف. قال تعال. قال افتح افتح الباب يا عسكري، ويفتح الباب له يا جماعه الخير يناظر فيني قال انت متاكد اللي اخترقت الجامعه؟ قلت له انا اللي اخترقت الجامعه. قال تعال تعال. ياخذني ويدخلني الغرفه. قال لي نواف كيف حالك طيب؟ قلت له بخير من معي. قال بعدين بتعرف من معك، كيف قدرت تخترق الجامعه؟ يقول تكلم تكلم كل شيء حرفيا في امان لا تخاف، بس انا ابغى اعرف الاسلوب اللي قدرت تدخل فيه، كيف اخترقت قسمك الاول وكيف اخترقت القسم الثاني؟ قلت له والله اسمع، القسم الاول اخترقته لاني انا كنت متصل في شبكه الداخليه. قال حلو. قلت ودخلت وسويت عمليه تنصت وصدت المعلومات اللي قاعده تطلع من الجهاز وفكيت التشفير حقها. صرت اشرح له شرح فصل. قال لي طيب وش تشوف الحل اذا كانت في ذا المشكله؟ قلت له اذا تبغى الحل ان كل كلاس يكون معزول يكون ما هو متصل بالشبكه الام. قال لي ايوه، والمنافذ المخصصه لكيبل شبكه تكون في مكان منفصل عشان ما حد يقدر يشبك السلك ويدخل النظام. قال لي ممتاز. طيب والقسم الثاني؟ قلت له القسم الثاني دخلت وحصلت الواي فاي متصل في نفس الشبكه حقه القسم كامل، دخلت عن طريق الواي فاي وعدلت بعض التعديلات، حاولت ادخلها عن طريق كود برمجي وسجلت دخول على النظام كاني ادمنستريتر او المسؤول عن النظام. قال لي بس؟ قلت لي بس. ناظر فيني قال لي انت تدري المرحله اللي انت وصلت لها مرحله خطيره، انت شفت المرحله اللي انت قاعد تتكلم فيها وقاعد تشرحها باسلوب طفولي وقاعد تتكلم كانه شيء بدائي؟ هذه مرحله مخصصه للخبراء، انت انسان عظيم يا نواف،
انت انسان اسطوري، ان نحتاج انا واف ان نوقع معاك عقد. اتعاقد؟ قال ايه بنوقع معاك عقد، وفي مهمه انا بكلفك فيها بنفسي. ترى الله يستر. وش ذا المهمه؟ قال ترضى انك انت توقع معنا عقد او لا، او ان احنا ندخلك للسجن. قلت له لا والله راضي اني اشتغل معكم، وانا ابن هذا البلد، الشيء اللي تبغونه سمعا وطاعه. قال طيب راتبك راح يكون بالمبلغ الفلاني هذا. يوم قال لي المبلغ هذا اكثر من راتب امي وابوي. قلت له موافق باللي تبونه، انا معكم صدق يا جماعه الخير. وياخذني الرجال هذا ويطلعني ويكلم الضابط. قال هذا الولد عندي. قلت له ما عرفتك من انت؟ قال اركب السياره ونتفاهم. واركب معاه السياره. قال انا الشخص المسؤول عن امن الاتصال داخل الجامعات، واحتاجك تكون معنا. يوم قالوا لي ان في طالب سوى هذه الاشياء كلها والله انصدمت. قلت هذه مراحل خبراء، مستحيل ان مرحله طالب. نظرت فيه وقلت له يعني انا خبير؟ قال لي انت خبير، ولكن انت ما انت حاس بقيمه نفسك، انت قاعد تستنقص نفسك. قلت له والله توني ادري ان الشيء البسيط اللي قاعد اسويه هذا صارت مرحله مخصصه للخبراء. قال لي انت ما تسمع الكلام اللي قلته لي قبل شوي؟ قاعد تعلمني كيف اخترقت الجامعه، وقاعد تعلمني وش الحلول اللي نسويها عشان نتجنب الاختراق هذا. وخذاني يا جماعه الخير وداني المكتب، ووقعني على العقد اني اعمل معهم، ووراني مكتبي الجديد وانا بعمر 21 سنة. متخيلين ان ابوي وامي لحد الان ما يدرون؟ اخذت الجوال واتصلت على ابوي. قلت له يبا بقول لك شيء يصدمك، تدري ان مدير امن الجامعات وظفني عنده؟ قال لي شلون؟ لا وعطاني راتب عالي يا يبا. قال متاكد انت؟ قلت له يبا تعال شوف عملي، تبغى تيجي تشوف تعال عشان تصدق. المهم يا جماعه الخير حددوا النواف مكان العمل حقه والمكتب حقه، ولكن نواف لحد الان ينتظر وش الشيء اللي يبغونه من الجامعه. يقول نواف وانتظر لين اليوم الثاني وانقابل الرجال هذا واسأله عن اسمه. قال انا اسمي احمد، انا ادري اني امس ما عرفت باسمي ولا عرفت باي شيء يخصني، ولكن انا احمد مسؤول عن امان الاتصال داخل جامعاتنا اللي موجودة هنا، ولكن شغلتك ما راح تكون معي انا، انا وقعت عقد لانك انت راح تشتغل مع الرؤساء اللي موجود هنا. شوف انا مثلا مدير الامن في الجامعة، هناك في شخص مسؤول عن مدير امن الاشياء الحكومية، وفي شخص هنا مسؤول عن كذا كذا كذا. عرفت يا جماعة خير ان انطباع العمل هنا الموجودين اللي هم ناس كبار وناس معروفين مره. قلت له طيب وش المهمه اللي تبغاها مني؟ قال لي المهمه اللي انا قلت لك عنها، رح هناك في شخص اسمه فيصل، تواصل مع فيصل، هذا مسؤول عن الامان في الاشياء المخصصه للشركات والجهات الحكوميه. قلت له زين وروح ابحث عن فيصل هذا. المهم حصلت مكتبه، صار هو مساعد المدير. دخلت عليه قلت له فيصل كيف حالك طيب؟ قلت له انا جايك من طرف احمد وصاني عليك وقال ان مهمتك راح تكون مع فيصل. قال لي اوه انت نواف؟ قلت له نعم انا نواف. يا مرحبا ومسهلا، اجلس. طبعا الناس اللي في العمل كلهم كبار في العمر، يعني 32 37 في حدود العمر هذا. قال لي اسمع يا نواف، مهمتنا حرفيا مهمه شوي كبيره، والمهمه هذه بهذلتنا بشكل كبير مره ونبغى لها حل. وقالنا الاستاذ احمد ان فيه طالب يقول انه ممتاز في امور الثغرات والتنصب، عشان كذا جبناه. احمد المهمه اللي قاعدين نواجهها مهمه غاثتنا لها فتره طويله، لها ما يقارب 6 شهور أو 7 شهور، وما لقينا لها اي حل نهائيا. قال ان في منظمة، والمنظمة هذه اكيد انها منظمة سرية قاعدة تشتغل على جهة حكومية موجودة عندنا. قال المهم ان الناس تدخل تقدم شكاوي على هذه الجهة، بتقول لانها تضررت مثلا في شيء معين، او تطلب منها طلبات معينة. فاحنا كشركة وش نسوي؟ ناخذ التفاصيل وناخذ اسمه ورقم جواله، وبعد فترة نراجع المشكلة اللي عنده ونحلها. قلت له ايوه وش بعد؟ وين المشكلة لحد الان؟ قال المشكلة ان في منظمة سرية قاعدة تخترق الشركة بشكل كبير، وقاعدة تسرق معلومات الناس اللي كانوا يتواصلون معنا. والمنظمة السرية هذولي يتواصلون مع الأفراد اللي مقدمين الشكاوي كأنهم من جهتنا، بيصير يعطيه اسمه ورقم الطلب حقه وتاريخ التقديم حقه وكل شيء يخصه، وبعدها يصير يستدرجه بالكلام ويطلب منهم انهم هم يحولون مبلغ بسيط عن طريق الصفحة اللي يعطيهم إياها. يعطيهم صفحة كأنها صفحة حقتنا، يدخل المستخدم ويسجل معلومات بطاقته ويسجل كل شيء، بعدها بلحظات ينسحب مبلغ مادي من المستخدم هذا. اللي قاعد يقوله ويوصله النواف يا جماعة الخير ان هذه المنظمة بعد ما تسرق المعلومات تستخدم اسلوب يسمونه السوشيال انجينيرينج. طبعا السوشيال انجينيرينج تراه خطير مرة اوكي، هو عبارة عن كلام وسواليف يسحب منك معلومات، ولكن عمليته رائجة بشكل مرة كبير وسهل انه يوصل لاي شخص. قالها نواف زين انا راح اشوف الموضوع وراح ادرسه وراح اعرف هم وش يبغون بالضبط. يقول نواف رجعت على مكتبي وقعدت افكر، قلت كيف اطرح هذولي في الفخ، وكيف اتاكد من معلوماتهم وهم مين بالضبط، وكيف وصلوا للمعلومات هذه بشكل كبير، وكيف قدروا يسرقون المعلومات هذه بدون اذننا.
المهم يقول نواف اليوم الثاني رحت للجهة هذه وابغى اشوف وافحص نظامهم وين الثغرات قاعدة تطلع منه. رحت اتصلت في الشبكة وقعدت ابحث عن الاشياء الموجودة وبديت احلل النظام حقهم واسلوبه وكيف قاعد يدار هذا النظام وكيف المخترقين قدروا ياخذون كامل الصلاحيات ويسرقون المعلومات. صرت اداوم عندهم داخل المبنى حقهم. يقول قعدت ما يقارب ممكن اسبوع ونص وانا قاعد افحص نظامهم بشكل دقيق مرة، وبرضو قاعد احاول اخترقه عشان اعرف الثغرات اللي موجودة داخل النظام. عشان في البداية وش نبغى نسوي؟ نبغى نوقف عملية الاختراق حقتهم وبعدها نصير نبحث عن المخترقين من أهم. والله يا جماعة الخير وانا قاعد ابحث شدني شيء بسيط داخل السيرفر او النظام حقهم، ممكن هذه الاشياء اللي راح اقولها يعرفونها المختصين بشكل كبير. يقول نواف يقول حصلت فيه لخبطة في النظام، وبالتحديد يا جماعة الخير الرولات اللي تعطى الموظفين الشركة اللي موجودين داخل هذا المبنى. حصلت ان فيه شخص مسوي رول، والرول هذا معروف عنه انه بدون صلاحيات، ويصير الشخص اللي يسوي طلب جديد يعطيه هذا الرول داخل النظام، ولكن المعروف عن هذا الرول انه رول مخصص بس للمستخدمين اللي يجون من برا. يعني باختصار يا جماعة الخير انه حصل ان في شخص لاعب بالنظام ومسوي حركة خبيثة شوي قدر من خلالها انه يدخل للنظام. هذا اللي هو حرفيا باختصار عشان ما ادوش مخكم في سالفة رولات وبما شابه. المهم يقول نواف حصلت الغلط هذا ورفعت على طول طلب انهم يغيرون في هذا النظام، وغيروا وعدلوا عليه ووقفت هذه الثغرة. يوم وقفت هذه الثغرة رجعت لدوامي الأساسي وقلت لأحمد تراني حليت الموضوع. قال حليته؟ قلت إيه نعم حليته، ولكن نبغى الآن نحاسب الناس اللي سرقوا المعلومات وقعدوا يسرقون من الناس. وصدق يا جماعة الخير وصير أبحث عنهم بشكل مفصل، أبغى أعرف من هو هذا الشخص اللي قدر ياخذ المعلومات هذه ويستخدمها ضد هذه الجهة. قلت لازم أزور الشركة وراقب الكاميرات حقة الشركة وأشوف المستخدمين اللي زاروا هذاك المكان في لحظة انتشار هذيك الثغرة. يوم اشوف الكاميرات الا فيه ما يقارب الاف من الاشخاص زاروا المكان ذا، مستحيل اني اطلع لو ايش، مستحيل انه يطلع، عددهم كبير مرة. حرفيا شوي استسلم. رجعت البيتنا وانا قاعد افكر في هذا الموضوع، يا اخي من هو هذا الشخص اللي جاء للمبنى هذا وسوى الحركة الخبيثة هذه واستفاد منها وقدر يسرق معلومات الناس المستخدمين الموجودين هنا. يقول نواف ما طلع معاي ولا شيء نهائيا، مستحيل اني اجيبه مستحيل، ولكن الحمد لله اني قدرت اقفل هذه الثغرة عشان ما تستمر لفترة طويلة ويتضررون الناس اكثر. المهم مر يا جماعة الخير على هذا الموقف ما يقارب شهر ونص، ما فيه اي خبر عن الشخص اللي قدر يخترق هذا النظام. قلت لازم اعيش دور الضحية وادخل اسمي في هذا المبنى بشكل متكرر، اسمي ورقم جوالاتي ومعلوماتي وتفاصيل الطلب. كررتها في النظام عشان الشخص اللي كان سارق المعلومات تطلع له معلوماتي ويتصل علي وحاول اتعرف على صوته. فاقعد يا جماعة الخير ما يقارب 3 أيام أو 4 أيام ويجي في ذاك اليوم ويتصل جوالي. أول ما اتصل جوالي نظرت للجوال اللي هو رقم غريب ورقم ما هو داخل الدولة حقتنا. رديت عليه وجبت قلم ورقة جنبي. سلام عليكم. عليكم السلام. أنت نواف؟ قلت إيه نعم. أنت صاحب الطلب كذا كذا كذا؟ قلت له إيه نعم. قال تبغى نحل موضوعك على الكمبيوتر ولا على الجوال؟ قلت له لا ما معي إلا جوال. قال لي طيب عشان نحل عن طريق الجوال فيه تطبيق اسمه إيني ديسك. طبعا وش هذا التطبيق يا جماعة الخير؟ تطبيق يقدر جوال يتحكم بجوال او اتوقع جوال يتحكم بالكمبيوتر او العكس كذلك. فانا اللي اعرفه انه يتحكم من بي سي الى بي سي، ولكن استغربت انه كان موجود على جوالاتنا الان واقدر احمله على جوالي. قال لي حمل التطبيق هذا. قلت له زين وحمل التطبيق يا الربع. قال لي افتح راح يجيك رقم واعطيه الرقم. قال ايوه عشان بس اعلمك التفاصيل كيف راح تقدم الطلب. قلت له طيب الان هو وش يبغى من هذه الاليه كلها؟ يعني اقدر الحين اقفل التطبيق ويقفل في وجهه. المهم افتح لي ديسك وقاعد يشوف جوالي يقول اضغط زر على اليمين اضغط زر على اليسار دخل اسمك هنا دخل معلومات البطاقه حقتك. بعد خير لحد الان انا في الموقع الاساسي حق نفس الجهه وانا حاط لي طلب والطلب هذا فيك اصلا. المهم وادخل قال اسمع قال يحتاج مبلغ بسيط لازم تدفع. قلت له زين طيب. قال طيب دخل معلومات بطاقتك. وادخل معلومات بطاقه عندي ما فيها فلوس كثير ولكن دخلتها بس ابغى اشوف وش راح يسوي. لاحظت يا جماعه الخير من ذكائه وش يسوي؟ اذا انا دخلت معلومات بطاقه وهو نفسه اصلا قاعد يشوف جوالي وانا قاعد ادخل هذه المعلومات. اول ما ادخلها صح اذا ضغط خلاص ادفع يجي كود اللي هو كود الاو تي بي اللي يجي من البنك نفسه. عرفت وش فكرته؟ الان راح يطلع له كود الاو تي بي اللي موجود فوق اللي هو كود التحقق. اول ما يطلع عنده هو اصلا مجهز عمليه شراء من عنده. اول ما يطلع الكود ياخذ الكود ويدخله عنده. يعني هو وانا قاعد ادفع المبلغ هو اصلا قاعد يجهز انه يدفع مبلغ اكبر من المبلغ اللي انا قاعد احطه في صفحه موجوده عنده.
عنده، ولكن يحتاج كود التحقق. بعد ما ياخذ معلومات البطاقة انا اسوي دفع وهو يسوي دفع، يجي كود التحقق. الكود التحقق هذا لو حطه عادي يسحب مني مبلغ 5000 6000 دولار بالراحة. يقول نواف عرفت الاسلوب اللي قاعدين يتعاملون فيه، وعرفت اسلوبهم الوسخ اللي قاعدين يطبقونه. اول ما صار هذا الموقف على طول قفلت التطبيق. قال لي ليه قفلت التطبيق؟ قلت له قفلته وانا ما ادري ليه. قال لي لا ارجع شغله. قلت له لا انت واضح انك كذاب. قل يوم قلت له كذاب ويصير الرجال هذا يسب فيني ويصير يضحك ويقفل في وجه الخط. واتمنى انكم فهمتوا الاسلوب اللي كان قاعد يسويه. ما ادري هل انا شرحته باسلوب كويس او لا. المهم واقفل الخط الان ايقنت انهم ما يملكون الا اسم ورقم وتفاصيل الطلب ورقم الطلب، ما عندهم اي معلومه ثانيه. في كل طلب يجيهم يتصلون على العميل نفسه على انهم هم بيحلون له الشكوى ويطلبون منه انه يدفع المبلغ البسيط هذا، يكون مجهزين لاصنع عمليه شراء اكبر من المعتاد بطريقه ذكيه مره لابعد درجه. احذروا منها. المهم عرفت الاسلوب، عرفت وش الشيء اللي يبغاه. المهم بعد ما فهمت اسلوبه انا كنت مسجل مكالمه كامله، وصوت الرجال هذا اللي اتصل علي المحتال موجود عندي في الجوال. رحت لمديري وقلت له ابغاك تجيب لي 5 اشخاص من اللي تم الاحتيال عليهم بفترات زمنيه يعني مختلفه. صدق يا جماعه الخير تواصلوا معهم اليوم الثاني اللي هم موجودين عندي. قلت لهم سلام عليكم كيف حالكم طيبين، راح اسمعكم صوت، وهل هذا الصوت هو الشخص اللي اتصل عليكم ولا في ناس ثانيين؟ واسمعهم الصوت يا جماعه الخير. قالوا لا مختلف، الشخص اللي تواصل معنا مو هذا. هنا استنتج نواف يا جماعه الخير ان الشخص المحتال ان في شخص اخترق النظام وسحب معلوماتهم كلها وصار يبيعها على الناس، فالان مهمه نواف انه يبحث عن الشخص اللي باع المعلومات هذه. زياده على كذا سالتهم عن اسلوب الاحتيال اللي صار، هل هو قال لكم حملوا التطبيق هذا، هل هو قال لكم كذا؟ كلهم اجابوا ان نعم سوى معنى الاسلوب هذا. قلت له زين زين. يقول نواف صرت ابحث بشكل حرفيا مفصل عن شخص يبيع المعلومات هذه، شدني اعلان في موقع مشبوه، اعلان مكتوب عليه يا جماعه الخير حسابات مخترقه وتقدر تسوي عليهم عمليه الاحتيال عن طريق السوشيال انجينيرنج اللي هو يا جماعه الخير عن طريق الاتصال. ودخلت عليه يا جماعه الخير، الا حاط قيمه الشيء هذا اللي يبغى يبيعه بما يقارب ال 5000 دولار 6000 دولار. قلت بشتريه، بشتريه يا جماعه الخير، وانصدم انه حاط اسلوب التواصل اللي سواه معي بالضبط. يقول انك لازم تتواصل مع العميل وهذا اسمه ورقمه، ويعتمد الشيء هذا على شطارتك، وتخليه يحمل برنامج هذا الاني ديسك، وتصير تنتظر لين تطلع شعار رساله الاوتو بي موجود فوق، بعدها انت تجهز صفحه ثانيه تشتري فيها اشياء انت تبغاها، كذا تقدر تشتري عن طريق بطاقتك. قلت بس هذا الشخص هو اللي كان يبيع المعلومات على الاشخاص اللي يتصلوا على المستخدمين بشكل متكرر. المهم جمعت هذا كله والتحليلات اللي جت في بالي كلها جمعتها، وقلت ميد مديري احمد ابغاك تسوي اجتماع مع فريق الامن السبراني حقنا، لان في شيء انا والله مو مهمتي هذا الشيء، لو قدروا يطلعونه راح نقدر نسحب الشخص هذا. قال لي خلاص بكره في اجتماع الساعه 8 الصبح خلكم متواجدين. صدق يا جماعه الخير، واجي الساعه 8 الصبح واحصلهم مجتمعين ناس متخصصين في الامن السبراني بشكل مره عالي. قالوا لي وش المشكله يا نواف؟ قلت المهم اني انا سويت كذا وقدرت اوصل لكذا وقدرت اوصل للتحاليل هذه كلها، اللي ابغاه منكم انكم تحددون موقع. قالوا لي خلاص عطنا التفاصيل بس وعطنا الاشياء اللي عندك وخلي الباقي علينا. جماعه الخير في ظرف ما يقارب 48 ساعه حددوا مكان هذا الشخص واسمه وين موقعه وين مكانه، وتم القبض على هذا الشخص. طبعا خذ حكم ما يقارب ممكن 18 سنة سجن، وبرضو زيادة عليها فرضوا عليه غرامة مالية كبيرة. ولهنا يا جماعة الخير انتهت قصتنا لهذا اليوم، اتمنى اني وفقت في طرح هذه القصة، واشوفكم في امان الله في قصة جديدة. سلام عليكم.